تشارك لأول مرة. فتحت البوابات بمنافسة مهرات الثلاث سنوات التي لم تربح ملتفة مجيرمة وجلابة سرايا، هدية نورة تلك لورا وممتنة تراثية، زهرة خف شبل الدلهام ومكاسيب عذيبة مشكات فريجينا وجودي شمخ سلمى لادي فانس روفي هبوب العز وريق النحل. هنا نشاهد انطلاقة جماعية تبدأ لأكثر من اسم، وهنا الصدارة مع زهرة خلف على ما يبدو، والمحاولات أيضا للتقدم من فريجينيا تحاول الانطلاق في هذه الأثناء مع محاولات أيضا من تراثية من الخارج تحاول التقدم في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة مع هنا نشاهد إذا رقم 11 14 عفوا فريجينيا تنطلق مع محمد النفزي الى المركز الاول، تطارد زهرة خلف الى ثاني المراكز، والمركز الثالث لهدية نورة تحاول التقدم في هذه الأثناء مع محاولات أيضا للانطلاق من ريق النحل الاحتياطية التي تمكنت من المشاركة من الخارج تحاول التقدم في هذه اللحظات لا زالت. وهنا نشاهد ممتنة أيضا الأمتار الأخيرة التقدم في هذه اللحظات لهدية نورة، والمحاولات أيضا من قبل ممتنة تحاول الدخول في هذه اللحظات، هدية نورة ابنة بانديني مع حمزة سعد تنطلق بكل قوة في الظهور الثالث، توسع الفارق تبتعد هدية نورة في ظهورها الثالث البالغ تصنيفها 65. هدية نورة إذن في هذه اللحظات تصل إلى خط النهاية معلنة أن الفوز الأول في سجلها السباقي. هدية نورة تغادر فئة المهرات التي لم تر